واحد من الناس يقول لي طب مش انتوا بتقولوا ان الصيام مستحب؟ نعم وقد امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالصيام نعم بل ان الله عز وجل لما وصف اوصاف المسلمين والمؤمنين قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات قال الله تعالى والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فالصائمين والصائمات مش رمضان بس لا الذين يكثرون الصيام في رمضان وفي غير رمضان فلماذا تقولون انه من البدع تخصيص نعم تخصيص رجب بصيام تخصيص رجب بصيام كله لكن اصوم يوما وافطر يوما اصوم الاثنين والخميس أصوم ثلاثة أيام أكثر الصيام لكن لا يكون سردا ولا كاملا لأنه كما يقول الإمام مالك وهذا أخطر ما في الموضوع أن نستحسن فعلا أو قولا خصوصا في مسألة الأذكار ألاحظ أن واحد يألف ذكر أو يؤلف دعاء ويقول انشروا هذا الدعاء هذا دعاء عظيم اللهم اني استودعك نفسي واستودعك ولدي واستودعك مالي واستودعك مزرعتي واستودعك سيارتي هذا الدعاء العظيم يحفظ الله به هذا الدعاء العظيم اقاله رسوله الكريم اكان رسول الله يعلم ان هذا الدعاء يحفظ للعبد مزرعته وسيارته وولده وماله وصحته وعافيته ولم يقل إذا خان الرسول الأمانة ولم يبلغ ما أمر به، فأياك أن تستحسن شيئا لم يفعله النبي إفعله إن شئت، لكن أياك أن تستحسن أو تأمر غيرك أو تنصح غيرك بأن يق وكم من الأدعية وكم من الأذكار وكم من الأشياء التي ينشرها كثير من الناس حتى ينشروا البدعة ما. أقام الناس بدعة إلا هدموا مقابلها سنة لا تقوم إلى يوم القيامة كما قال أيوب أيوب قال ما زاد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بدعة إلا ازداد من الله بعدا وقال ما أحدث الناس بدعة إلا هدموا مقابلها سنة لا تعود إلى يوم القيامة، وقال الإمام مالك من استحسن بدعة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً، تم الدين وكمل ولا يحتاج إلى زيادة ولا استحسان فمن استحسن شيئا يزعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرساله